ازيكم جميعا. هنجاوب على سؤال النهارده مهم. دكتور انا محتاج اغير مفصل ركبه، او انا عندي خشونه في الركبه ومحتاج تغيير مفصل. الحقيقه مش كل خشونه في الركبه بنغير لها مفصل. في طرق زي ما هو واضح ان احنا ممكن نعمل استعداد للمفصل بحيث ان احنا ما نوصلش لتغيير المفصل. في طرق من غير استعداد، ان انا اخش بالمنظار مثلا لو في سبب للخشونه يتعالج، اشيل الحاجات اللي هي عامله الخشونه، او لو في قرحه ممكن ان انا اعمل لها جرافت او مثلا رقعه بالمنظار، او مثلا لو ان انا لو في غضروف مثلا مقطوع احاول ان انا اهذبه او اخيطه بالمنظار. طبعا دي طرق ان انا ما اوصلش لمرحله ان انا اغير المفصل يعني. وفي بقى خلاص المريض اللي هو وصل خشونه لدرجه متقدمه جدا محتاج ان انا اغير له مفصل، او حد كبير في السن خلاص هو لازم يغير مفصل علشان سنه وعلشان التعب اللي هو وصل له من الخشونه يعني، او الدرجه اللي وصل لها من الخشونه. فزي ما قلنا مش بنعمل عمليه مفصل الركبه الا في الخشونه المتقدمه. الصراحه مفصل الركبه من الحاجات اللي بنحاول نتفاداها في السن الصغير، الا لو هو لا قدر الله ربنا يشفي الناس كلها عنده مرض مناعي زي الروماتويد او الحاجات دي، ما بيبقاش ليها بديل كتير. لكن دايما كل ما كان سن المريض صغير كل ما بنحاول نلجا للحاجات اللي هي النون ارثروبلاستي سوليوشنز، او الحلول اللي هي خارج الفكره بتاعه تغيير المفصل زي الاستعداد والحاجات اللي قلنا عليها. لو خلاص وصلنا للمرحله ان احنا بنغير المفصل، الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها في التيم بتاعنا ان احنا بنغير مفصل الركبه، المريض بيقوم يمشي من اول يوم بعد العمليه. لو المريض عنده خشونه في الناحيتين بنحاول ان احنا نغير له الناحيتين مع بعض على اساس يبقى التكلفه بالنسبه له اقل. انا ما اقصدش التكلفه الماديه بقدر ما اقصد التكلفه اللي هي انه مريض دخل عمليه، عمل العمليه مره واحده ما استناش شهر وعمل عمليه تانية، ما دخلش غرفه عمليات مرتين، خرج من العمليه عمل الناحيتين مع بعض فعمل اعاده تاهيل والعلاج الطبيعي مره واحده، رجع لحياته بدري بدري ومش مستني ان هو يعمل عمليه بعد شهر ونص او شهرين. دي نقطة مهمة. زي ما اتكلمنا في فيديو سابق ان لازم طبعا يكون الجودة بتاعت المفصل احسن جودة في العالم في الوقت اللي احنا فيه. احسن المفاصل المتاحة في بلدنا او في العالم هي المفاصل اللي هي الامريكي طبعا كلنا، او الاتليست الالماني لو مش الامريكي، يبقى احنا دي بنوفرها. وزي ما قلنا في فيديو سابق ان احنا بنفهم المريض نوع المفصل اللي هيركب، ايفن حتى بنديله الباكج بتاعت المفصل بعد ما بنخلص الجراحة بتاعتنا. بالنسبة لمفصل الركبة زي ما قلنا احنا المريض بيقوم يدوس على رجله من اول يوم ما بيستناش، مع طرق الخياطة بالنسبة للجروح وطرق المفصل اللي بيتحط والحاجات التطور الحديث التطور اللي حصل في العلم، المريض بيقدر يدوس على رجله من اول يوم ويقدر ان هو يقعد قعدة التويلت علشان يمارس حياته، ويقدر ان هو لو هيصلي او محتاج يقعد في الارض لاي سبب من الاسباب يقدر ان هو يقعد خلال اول شهر باذن الله، بس مع ان هو يلتزم بالتعليمات اللي احنا بنقولها له ويلتزم بالتعليمات بتاعه العلاج الطبيعي. شكرا ليكم، وبنتمنى لكم جميعا حياه صحيحه سليمه من غير اي مشاكل صحيه.